السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. ظاهرة الغش، إحنا في الفترة الأخيرة طبعا انتشر الغش. طبعا الغش موجود في كل، سواء في الغش التجاري، في طبعا في معظم الصناعات، في البيع، في الشراء. وعارفين ان الغش طبعا حرام، من غشنا فليس منا. ان الغش كمان يكون موجود في التعليم، دي ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة. وحد طبعا يقول لي وإيه المشكلة، يعني إيه اللي هيحصل إن يكون في غش؟ أنا مثلا بغش في المادة، بغش كذا، إيه اللي هيحصل يعني لما أنا أروح الكلية بالغش أو إن أنا أنجح بالغش؟ المصيبة إن النجاح بالغش أو إن الغش في التعليم أصعب من الغش في الصناعة، في التجارة. إن أنا ممكن سلعة أغشك فيها، إن أنا ببيع مثلا حاجة ممكن أبيع لك مغشوشة، ده الضرر هيعود على شخص واحد، مفيش مشكلة. طبعا دي حرام، ومن غشنا فليس منا. لكن إن أنا أغش في التعليم، المشكلة هنا كبيرة، ممكن احنا مش بنتصورها او ما بن يعني مش بنتوقع ان ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيترتب على ان انا اغش وادخل كلية بالغش، وان انا اظل اغش الى ان اتخرج واكبر دكتور او اكبر مهندس او اكبر مثلا في اي مجال من المجالات المختلفة، محاسب، محامي، اي مجال، تاجر. لأن ما بني على باطل فهو باطل، فبالتالي أنت هتظل عالقة في فكرك إنك أنت بتستسهل، إنك أنت مفيش، ما بتذاكرش، مش عاوز تتعب على أو تعمل مجهود، كل هدفك إنك تغش. وده بنلاحظه في الطلبة اللي بتيجي الكليات في الفترة الأخيرة، إن هو في دماغه إنه عاوز يغش، إن هو بيستسهل، وهو حاطط في دماغه إن هو دي عادي. يعني إيه يعني لما أغش؟ طيب ايه اللي هيترتب على الغش؟ تخيل ان احنا في الفترة الاخيرة، وكان كله ملاحظ لما بنروح نكشف عند دكاترة، بنروح لخمس ست دكاترة عشان حد يدينا تشخيص سليم او يحدد ايه المشكلة اللي عندنا. وتخيل ان الدكاترة دي تعتبر في الفترة دي يمكن هي الافضل، اللي هي مش طالعة بالغش. طب حد هيقول لي ده ما هو طالع بالغش وهو مش قوي، هقول لك لان هو برضه داخل، ما هي دي برضه مشكله ممكن نتكلم فيها، ان هو داخل حاجه مش بيحبها، ان الاهالي ضاغطه على معظم الدكاتره ومعظم الصيادله ومعظم كل داخل مهنه، هو داخل عشان يشتغل، ان انا داخل عشان ان انا اكبر دكتور. لكن هو هل حابب المهنه دي؟ اللي بيحب حاجه على فكره بيبدع فيها، وده اللي اتكلمنا فيه في مره قبل كده، قلنا اي حاجه انت بتحبها هتبدع فيها. فتخيل انك انت عندك حاليا معظم الدكاترة او قليل لما بنلقى دكتور شاطر في مهنته، فما بالك لما يدخل المهنة ناس بتغش، وطبعا او وفي ناس بتغش، هتعمل ايه؟ هتلقى انك انت الدكتور مش هيعرف يشخصك، بس ده هيديك علاج غلط. انت بتعاني، في بعض المرضى كتير بيعاني مش من المرض، من المرض نفسه، لا، ده بيعاني من العلاج الخطأ اللي بياخده، بيعاني من المشاكل اللي بتحصل له عن طريق التشخيص الغلط من الدكاترة. فاللي هيترتب على الغش مشاكل كبيرة، مش بس في القطاع الطبي، في الصيدلة، في طبعا في التمريض. تخيل ان الممرض طالع بالغش، سواء في المرحلة الثانوية، في الجامعية، في أي مرحلة حصل إن هو استمر في الغش وطلع بالغش، إيه اللي هيحصل؟ إن تحصل وفيات على إيده، هو مش عارف أصلا، هو طالع مش فاهم.
طيب تخيل مثلا في الهندسة، هتلاقي التصميمات اللي طالعه الغش اللي حاصل طبعا ان هو مش عارف يصمم عمارة، مش عارف نسبة مثلا المواد البناء ايه، الاسمنت ايه، الحديد ايه، فهتلاقي ان العمارة بعد فترة ممكن تنهار. ده غير طبعا المحاسبين، ويعني المشكلة هتلاقي ان في طبعا ضعف شديد في كل المجالات، في الكمبيوتر، في كل حاجة، هتلاقي ان كل المجالات عندك في مشاكل فيها، ضعف فيها. انك انت حد متميز طبعا هيكون صعب، فما بالك احنا في الفترة دي بيكون صعب ان انا حد متميز في كل مجال، ده الموضوع هيبقى اصعب، لان تفشى موضوع الغش وبيجي واقع. والمشكلة ان الاهالي بيقروه، يعني هو نفسه اللي بيروح ممكن لدكتور بيتضايق ويشكي منه هي ايه بيغشش ابنه. طب ما هو انت ممكن تقع لدكتور عشان هو يعني نفس المشكلة، تروح لدكتور او تروح لمهندس وتتلقى من نفس الكاس اللي انت عملته بايدك، ان هو يعني الغش مشكلة كبيرة، وهتضطر انك انت تشرب من اللي انت عملته، والذنب اللي انت عملته هيترد ليك، هتروح لدكتور ومش هتعرف تتشخص كويس، ممكن تاخد دواء غلط لانك انت اقريت الغش وانت اللي ساعدت ابنك فيه، وانت اللي حطيت في دماغك ان انا عاوز ادخله كلية معينة او عاوز فبالتالي مش مهم ايا كانت الوسيلة يدخل كلية بالغش. ايه المشكلة انه يدخل اي كلية؟ مفيش حاجة اسمها على فكرة قاموس كليات القمة، ده مفيش حاجة اسمها كليات القمة، كل الكليات واحد، ولازم ندعم ابنائنا انهم هم يدخلوا اللي بيحبوه، يدخلوا الكلية اللي هم حابين انه يدخلوها، مش اللي انا عاوز ادخلها له. اللي انا لا، لو هو ما جابش مجموعه بدخله كلية خاصة برضو مشكلة كبيرة، الكليات الخاصة ونفس القصة، بيطلع برضو في التخصصات ضعيف. طبعا مش كله عشان برضو ما نعممش، ولكن القصة مش انك انت تدخل، او ممكن انا ادخل خاص، ولكن انا لو حابب مثلا ما جبتش مجموع وعندي امكانية وانا حابب المجال مفيش مشكلة، لكن اكون انا مش حابب المجال والضغط عليا ادخل عشان اهلي، هو هنا بتحصل المشكلة. فاحنا بننبه كل طلبة ان ياريت بلاش موضوع الغش، انك تلتزم وبلاش استسهال، لانك انت هتطلع على حياة عملية، انت هتيجي بعد كده تقول اصلا انا الجزء ده ما اخدتهوش، او الجزء ده انا ما ذكرتهوش، او انا هتلقى نفسك عاوز تذاكر. طب حد هيغششك لما تبقى دكتور؟ حد هيغششك لما تبقى مهندس؟ هتجيب زميل ليك يعمل لك يكشف مكانك، هتجيب زميل ليك يعمل لك التصميمات الهندسية، او ان هو يبني مكانك العمارة، او ان هو يعمل المحاسبة مكانك، او ان هو يترافع مكانك، او ان هو يصمم مزرعة، او ان هو يقود سفينة، او يقود يعني كل طبعا المهن وكل المعتمدة على انك انت تبني نفسك، وانك انت تكون عندك القدرة على المذاكرة، وانك انت تكون قدرة على المعلومات، انك انت تجمع اكبر قدر من المعلومات وتنمي ذهنك. لأ انا طلعت بالغش، فبالتالي ما فيش اي موضوع في ذهني، ما فيش اي فكر عندي ضعيف من جميع الجوانب. احنا بنلاحظ ان في طلبة ما بتعرفش تكتب، ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يتعامل، ما بيعرفش يكتب في الورقة اصلا كلمتين على بعض. فبالتالي يا ريت يعني تنبيه للطلبة ولأولياء الامور، الغش حرام وعواقبه وخيمة، وليه عواقب على المجتمع هنجني ثمارها في الفترات القادمة، لأنه انتشر وبيجي حقه مكتسب. وبننصح جميع طلابنا في الثانوية العامة بالالتزام، واعلم ان ده رزقك اللي هتاخده، انك انت بتسعى فقط، اعمل اللي عليك واسعى، وليس للإنسان إلا ما سعى ولا سعيه سوف يرى. فاعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيديك حقك ورزقك هيجيلك. والغش مهما حصل او مهما دخلت كلية بالغش، مسيرك برضو هتفشل، ومسيرك مفيش يعني ايه اللي بيتعب بيلاقي، وربنا حتى لو كان ربنا اجل لك رزقك، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيديك
حجك حتى لو تأجل لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فبننصح الجميع الغش غش في أي مجال، والغش غش وحرام وعواقبه طبعا زي ما قلنا وخيمة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لحسن استماعكم.